الحث الكهرومغناطيسي هو ظاهرة تولد قوة دافعة كهربية مستحثة وتيار مستحث في سلك كهربي عند وجوده في مجال مغناطيسي متغير. تجارب فارادي لتوليد تيار مستحث. تجربة واحد: سل طرفي ملف حلزوني بجلفانومتر حساس صفر تدريجه في المنتصف. أدخل القطب الشمالي لمغناطيس داخل الملف ولاحظ اتجاه انحراف مؤشر الجلفانومتر. اسحب القطب الشمالي للخارج ولاحظ اتجاه انحراف مؤشر الجلفانومتر. أدخل القطب الجنوبي للمغناطيس داخل الملف ولاحظ اتجاه انحراف مؤشر الجلفانومتر. ثم اسحب القطب الجنوبي للخارج ولاحظ اتجاه انحراف مؤشر الجلفانومتر. الملاحظة والاستنتاج: عند تغير الفيض المغناطيسي الذي يقطع الملف تتولد بين طرفيه قوة دافعة كهربية مستحثة يتوقف اتجاهها على نوع التغير واتجاه الفيض. تجربة 2: وصل طرفي ملف حلزوني بداخله أسطوانة من الحديد المطاوع بجلفانومتر حساس صفره في المنتصف. قرب قطبين مختلفين لمغناطيسين مختلفين ولاحظ مقدار واتجاه الانحراف. ابعد القطبين ولاحظ مقدار واتجاه الانحراف. الملاحظة والاستنتاج: يزداد مقدار القوة الدافعة المستحثة نتيجة لوجود قلب حديد مطاوع لأنه يعمل على تركيز خطوط الفيض المغناطيسي التي تقطع لفات الملف. العوامل التي تتوقف عليها القوة الدافعة المستحثة. من نتائج تجارب فارادي أمكن معرفة العوامل التي تتوقف عليها القوة الدافعة المستحثة. 1: القوة الدافعة المستحثة تتنافى طرديا مع المعدل الزمني للتغير في الفيض المغناطيسي دلتا فاي على دلتا تي. 2: القوة الدافعة المستحثة تتناسب طرديا مع عدد لفات الملف إن. إذن القوة الدافعة المستحثة EMF تتناسب مع إن في دلتا فاي على دلتا تي. 3: أنها تساوي سالب إن دلتا فاي على دلتا تي. ونلاحظ أن الإشارة السالبة تعني فقط أن اتجاه القوة الدافعة المستحثة يكون بحيث يعاكس التغير المسبب لها. قاعدة لينز: يكون اتجاه التيار المستحث بحيث يقاوم التغير المسبب له. توضيح قاعدة لينز: عند تقريب المغناطيس من الملف يكون اتجاه التيار المستحث بحيث يجعل من وجه الملف قطبا مشابها ليتنافر معه ويعمل على إبعاده. عند إبعاد المغناطيس عن الملف يكون اتجاه التيار بحيث يجعل من وجه الملف قطبا مخالفا. التيار المستحث في سلك مستقيم: عند تحريك سلك مستقيم في مجال مغناطيسي يتولد في السلك تيار مستحث. تحديد اتجاه التيار المستحث في سلك مستقيم: قاعدة فليمنج لليد اليمنى: اجعل أصابع اليد اليمنى
الإبهام والسبابة والوسطى ومعه باقي الأصابع متعامدة، واجعل الإبهام يشير إلى اتجاه حركة السلك والسبابة يشير إلى اتجاه المجال، فإن باقي الأصابع عندئذ تشير إلى اتجاه التيار المستحث.